بمناسبة مرور الذكرى 60 لتأسيس الكنيسة البروتستانتية، فقد أقيم حفل مساء أمس من أتباع الكنيسة بالمركز الاجتماعي بحي مرسال. تقرير بحر الدين عبد الشافي دود. تنفيذا للبرامج التربوية والأنشطة الثقافية التي ينظمها شباب اتحاد الكنيسة البروتستانية، انطلقت هذه الأنشطة التربوية دينية من قبل محبي المسيح عيسى عليه السلام. هذا وقد أعرب عن فرحته الأمين العام لاتحاد شباب الكنيسة ديوناجي بالبادرة الإنسانية والاجتماعية التي تعبر عن الوحدة الشاملة الوطنية والاستفادة من الأنشطة الدينية التي تنظم لصالح أطباء الكنيسة البروتستانية، كما حس الشباب على التمسك بمبادئ الديانة المسيحية. الأمين العام لبلدية الدائرة السادسة حسن ديلامباي الذي ترأس الحفل، فقد حث الجميع على التضامن والوحدة الوطنية وكذا المساهمة في برنامج دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الأمن الغذائي ومحاربة الفاقة والبطالة في وسط الشباب. وللتذكير فإن البرنامج الثقافي يستمر أسبوعا كاملا. بهذا التقرير نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة العربية التي قدمناها لكم من الفضاء التشادي من إنجمينا. شكرا لوفائكم، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله.